مجان نجم هذا الشوط، شتنجان عمل تصديات يعني إعجازية، كورتين في كورتين، هذا هدفين موكل. مش ممكن العملاق، مش ممكن يا كبير، مش ممكن يا كبير، مش ممكن. من أين لك كل هذا يا لوتارو مارتينيز؟ من أين خرجت هذه الكرة يا تير شتيغن؟ وكيف يستعد رويس؟ بابا 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 صدها تير شتيغن، ينقض برشلونة من كرة جول. أربع أهداف في مشوار التصفيات وهنا فوز الهدف. يا سلام، يا عظيم يا عظيم، تير شتيغن أمامنا من الوضع طائرا وهنا طبعا. كرة اجتمعت فيها روعة كرة القدم باللقطة والمحاولة الماضية بالقدم اليسرى من سوسايتو. الأربعة فينيسيوس الجزار، مش ممكن، لا بعد. هيا 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 هيا، مد عينيا، شوف الكورة، شوف الراسية، شوف يعمل في ماتش الموسم رغم أن النتيجة ضده. يمشي بالكورة، يصور جول جول جول. هذه هي الإعادة، تير شتيغن بالتصدي، يلزم الكرة بكامل رمتها. هنا يولي حديث آخر، الزاوية هذه صعبة. وهنا فرصة والهدف الثاني مرة أخرى والثالثة مرة أخرى. شتيغن اللي حبيت نقوله في استنتاجي، أعتقد أنه في الشوط الثاني خلق برشا فرص. شتيغن، شتيغن نجم هذا الشوط، شتيغن عمل تصديات يعني إعجازية. شوف الراس تاع جول، اي حارس اخذ كره ذي تدخل فيه. اي يا شتيغن يا عنكبوت، دار شتيغن جابها مره الاولى.